ظاهر أنه الأخ الحلبوسي يطرح مواقف سياسية جديدة. فهو حر، أنا ما أعرف، ما أعرف شنو السبب. طبعا هو حر أنه يطرح هذه الآراء، لكن آراء مو صحيحة. نعم، آراء مو صحيحة وما يؤدي إلى الأشياء اللي هو يبغيه. هو طرح مجموعة أشياء آراء عجيبة وغريبة، تسليح البيش، يتحدث باسم يعني العروبة. نعم، كأنما هو صاحب العروبة في هذا، في هذه الدولة. طبعا احنا كقوميين أكراد نحترم من يؤمن بقوميته. نعم، والهوية القومية هوية مهمة بالنسبة للعراقيين، هوية القومية العربية، هوية القومية الكردية. ولكن استعمال مفهوم القومية بصورة أنه توجه إلى الآخر كأنما هو أقل، هذا مو صحيح. أولاً تأسيس هاي الدولة، نرجع إلى تأسيس الدولة الحديثة. نعم، تأسيس هذه الدولة في الواقع كان على أساس أنه قوميتين. يعني أنا أرجع إلى تأسيس الدولة العراقية. نعم، كان على أساس قوميتين، العربية والكردية. في 1958 حينما تغير النظام السياسي في العراق من الملكية إلى الجمهورية، الدستور المؤقت، أعتقد في البند الثالث، الدستور يشير في البند الثالث أنه العرب والكرد شركاء في هذا البلد. إذا نحن نتحدث عن شراكة. نعم، شراكة قوميتين. لكن هو مع يعني مع شراكة قوميتين. هذه تصريحات مع ضد الحزب الديمقراطي الكردستاني؟ لا، ضد الكرد بشكل عام. تحدث ضد المكون الكردي. نعم، وأنا لا أعتبر حديث أخ الحلبوسي حديث باسم المكون السني. نعم، مثل المكون نفسه؟ السني وجميع القيادات السنية وأكثرية العشائر الكردية في الأنبار. لو عشائر العراق العربية، عشائر العربية عفوا في الأنبار، لو تم ترجمة هذا الحديث إلى العمل سوف يقفون بالضد من سيد الحلبوسي. السيد الحلبوسي بهذه التصريحات يعمل ضد الوحدة العراقية، يعمل ضد العمل المكوناتي في المجتمع العراقي، ويعمل ضد المكون السني، ويعمل ضد العشائر اللي كانوا عشائر الأنبار اللي كانوا في بيوتهم في كردستان.